يا هلا فيكم من جديد وكل عام وانتم بخير مشاهدينا. طبعا موضوعنا الرئيسي اليوم اللي حنتكلم عنه هو يهم كل واحد فينا، الاهتمام باهلنا الكبار في السن، واننا ما ننسى نودهم ونعايدهم في العيد رغم صعوبه هذه المرحله، ورغم انه كثيرين اكيد بعيدين عن اهلهم، لكن الاهتمام لازم دائما يكون موجود. اليوم معنا علاء اللي صار له فتره ما شاف امه ولا عايد معاها بسبب منع السفر، وانه ما يقدر يروح لها اكيد يعايدها، لكن احنا حنخلي ان شاء الله انك انت تعايدها في على الهواء. اول شيء نقول لك كل عام وانت بخير. انت بخير، يعاد عليكم الله بالخير والبركه. قل لي احساس العيد من غير الاهل كيف؟ والله شوفي، هو العيد اصلا بالاهل، صح، الانسان باللمه ايه؟ بين احبابه، بين اخوانه، بين اصدقائه. يعني ها صار فتره طويله، يعني تقريبا 15 عيد ما حسيت بهذا الشعور. يا الله، يعني تقولي من 2007 يعني زال من عندي العيد بعد ابد. فان شاء الله نحاول يعني الامور تستقر مره ثانيه وترجع الايام. يا رب، نتمنى يا رب. يعني ما اقدر اتخيل شعورك، انا عيدين ما عيدتهم مع اهلي ومره صعب بالنسبه لي، فما اقدر اتخيل انت احساسك كيف. لكن معنا ام علاء. ام علاء كل عام وانت بخير. انت بالف حبيبتي وانت الدنيا كلكم. مشتاق العلاء يا ام علاء؟ كثير قد ايش يعني لك لو يبعث لك رساله او فيديو من اولادك او حتى الاتصالات، وخاصه في العيد؟ صعب كلش اتلقاهم بس بالبيت. لا تبكي ام علاء، والله دمعتك غالي علينا، والله مو متصلين انه نزعلك، بس احنا حبينا نفرحك ونجيب علاء ويقول لك كلمتين، ولا لا يا علاء؟ والله الكلام ما يخلص وياها. احضانها ما تخلص، حنانها ما يخلص، الام كل شيء هي. كيف تعوضها هذا الحب والاهتمام وانت بعيد علاء؟ والله انا دائما اتواصل وياها، بس كل هذا لا اني يعني يعوضني الكلام. ما يعوضني الكلام، انا اريد حنانها، اريدها تكون قريبه يمي. فان شاء الله ان شاء الله هي تكون قريبه بعد هذا كورونا والسوالف هاي، يفتحون السفر. احاول ان شاء الله تكون قريبه علي باذن الله. يلا يلا، عدل كثير زي ما يقولوا وباقي القليل، وان شاء الله تشوفي علاء قريب يا ام علاء. طب خلينا ناخذكم كذا ذكريات زمان، ايش الذكريات مع الاولاد في العيد هم صغار؟ الذكريات من كنا كليتنا نلتان ونتريق سوا، والغداء والدولمه وهاي السوالف مالت العيد، ويتلقونا بالأحضان وكلهم ملتم. وأهم شيء هو العيد شنو؟ بس لما صح وكل نلتقي ونقعد جمعية كلياتنا نجتمع، هو هذا أحلى شيء. كلهم قريبين علي، كلهم داير ما يدوري، وهسه ماكو هذا الشيء. لا تبكين يا أمي. بالأخص على وابني ذاك الصغير هم ضرغام، الله يحفظه ويرجع سالم ان شاء الله. ان شاء الله، يعني انا يعني ادعي لكم والله انكم تتلاقوا قريب. عارف انه هذه لحظه صعبه، بس حبينا يعني نفرحكم شويتين ونهدى عليكم ونقول لكم انه يلا ان شاء الله الفرج قريب، وان شاء الله يفتح السفر، وان شاء الله الكل يشوف اهله من جديد ان شاء الله. ام علاء قولي لنا، هل علاء كان في شقاوه وهو صغير في العيد؟ كان اكيد يوسخ اللبس، يبقع الملابس الجديده، اي حاجه؟ بالعكس، أنا أولادي الحمد لله والشكر كلهم يعني مرتبين ومنظمين الحمد لله والشكر، يعني علمتهم على الترتيب وعلى يعني يعتنون بنفسهم. لا بالعكس، كان عندي هادئ وعاقل وفقير على طول، يعني بالعكس، لا مو من النوع اللي شقي وكيحوها، لا أبد. طبعا كلش حنين، كلش عندي حنين على يعني بشكل حنين. تنبسطي كثير لما مثلا يرسل لك مسجات او يتصل عليك، ايش شعورك؟ كلش كثير، كلش 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 انبسط، وهيك يعني من اقراهن المسجات بس دمع يعني اقراهن مو والله بدموعي من اقرا المسج مالته. قبل كم يوم كان باعث لي على الفيسبوك فالمسج حلو يخبل، قريته وبس ابكي. اي والله كلش يعني فد مسج كلش فد كلام حلو فد تعبير بحيث كلش فرحت.
هي كل ما خبرها تبكي. ايه اكيد يعني. طب ام علاء لما لو علاء يعني انشغل فتره وما رسل لك تزعلي منه؟ لا والله مستحيل ما ينشغل عني ابدا، ما صار هذا الشيء. هو طلع من يمنا من 2007 احنا متفارقين يعني، وما شفته تقريبا هذا هاي صار 15 عيد اني مو يمه ولا يمي هو، يعني حتى من عايدني هم بالبكي وبالهذي. ايش اكثر شيء وحشك في علاء؟ كل شيء، كل على بعضه، كل شيء توحشني، كل شيء ملقاه من اطب، اول من يطب يلزمني يبوس ايدي يبوس راسي يحضني، اني هيك المه واشمه بس اشتمه، يعني كل شيء وحشني بكل شيء، هو واولاده. يعني تدرين صعبه يعني بالعيد الامه موجوده، ابنها خصوصا ابنها الكبير مثل ما يقولون شمعة بيتها وهذه. كل شيء هوايه اشياء. علاء ايش اكثر شيء وحشك في الوالده؟ والله انا كلهم يعني مشتاق لهم. امي ابوي اخواني خواتي. يعني انا كبير عندهم. ايوه. واتمنى هيك كلهم داير مدايري، يعني اتمنى اشوفهم كلهم يعني يوميه، احب اشوف الصغير والكبير. خاصه امي وابوي، يعني ترى هم تعبوا علينا هواي، وهسه الوقت احنا نتعب عليهم، اعطيهم حنان. لما تسمع الوالده الله يحفظها تبكي، كيف تهدي عليها؟ والله اغني لها اشياء وياها، يعني اعطيها قد نكته، انا مشهور بالنكات وياهم، اسوي لهم نكات دائما على الجروب ويا خواتي وامي. بس هي خاصه اذا انا قصرت بحقها اخابرها اغني لها يا أمي يا أم الوفا وخليها تضحك. أم علاء إيش أول شيء حتسوي له من شوفي علاء؟ يعني إيش حسوي له؟ أحضنه يمكن أسبوع أبقى أنام يما، أقول له زوج تلتنا من أنت ماني أنام. أنا أمي من كنت وياها بالعراق، يعني أنا رجلها وأبوها وأخوها، وتخيلي أنت هاي المسافة كلها، وأنا كبير يعني صح أنا أصغر خواتي بس انا اكبر من الكبير يعني عندهم، ومسؤول عنهم. ابوي يظل بالجيش 23 سنه. ما شاء الله، الله يخليكم لبعض، والله يحفظكم ويحفظ لك عائلتك الجميله، والله يحفظ كل اهالينا امهاتنا وابهاتنا اكيد وكل العوائل، ودائما نتذكر نعمه العيله قد ايش مهمه، ودائما نتذكرهم حتى في المواقف الصعبه، دائما تحس حنيه الام مختلفه تمام، تحس بالامان لما تكون موجود معاها. بس امانه علاء ان شاء الله لما نشوف والدتك ترسل لنا صوره عشان نحطها في صباح الخير يا عرب. خلاص شكرا يا ام علاء، وان شاء الله يعني تقابلوا سوا، واحنا نحبك كثير ونقول لك كل عام وانت بخير، وان شاء الله نشوفكم سوا قريب. وانا اشكركم هوايه، واشكر الكادر كليته، واشكر الام بي سي، وهوايه هوايه اشكركم. تسلمي تسلمي حبيبتي، كل عام وانت بخير، نشوفك على خير ان شاء الله.